بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، أشواطنا مستمرة على حضراتكم نقلا حيا مباشرا عبر شاشة قناة الريان. تتابعون هذه الانطلاقات الصباحية من هنا من أرض ميدان الشحانية. على بركة الله ينطلق شوطنا 22 في هذا الصباح، شوط خاص بالأبكار، ونتابع هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. البداية مع المركز الأول، غند على المركز الأول سعيد بن محمد بن علي الكعبي مع مقدمة الشوط، ومسيكة على المركز الثاني لحمد بن محمد بن طالب الصعاق المري على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع تقدم الذيبة من الجانب الآخر، سعود بن زايد بن محمد بن طرجم أسهلي على المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار أبو جار الله مع المركز الرابع، ووصول تحية لهذا الشعار، تحية اسمها تحية، وأيضا نحيي هذا الشعار لحمد بن جار الله بن محمد البريدي المري على المركز الخامس. وصول ناصية راشد بن محمد بن عبد الله بن علي المري على المركز الخامس، وتغيير حصل على المركز الخامس من قبل وصول نزعة علي بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري على المركز الرابع، لتبقى خامسا ناصية راشد بن محمد بن عبد الله بن علي المري. متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، هذه نتيجة تداول الأول في هذه المسيرة المميزة، ونذكر الجميع أفضل توقيت سجل معنا في صباح هذا اليوم صاحبة شوطنا الثالث في صباح هذا اليوم، وهي الجنوبية صاحبة الإنجازات والتاريخ المشرف اللي تعود ملكيتها لبطي بن محمد الحسنة المري، وشعار غني عن التعريف، أحد شعارات هجن دولة قطر، وراشد بن بطي الزعبي على الشعار المميز. والجنوبية حققت أفضل توقيت معنا 7:40 ثلاثة أجزاء من الثانية، أفضل توقيت قادها وضمرها وتابعها سعيد بن بطي الزعبي، احد شبابنا اللي نفتخر فيهم حقيقه من خلال ما يقدمون من انجازات مميزه. متابعينا الكرام، هذه النتيجه لحضراتكم بعد ان اعلن التوقيت الزمني الافضل في هذا الصباح. اعود الى شعار البريدي. شعار البريدي على المركز الاول، احد الشعارات المميزه والقويه والمنجزه والمبدعه، شعار حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري مع تحيه اللي تحتل المركز الاول. تحيه اسمها فنان، والله والله اسمها فنان. تحيه 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 بنهديها التحيه ان فازت. هذه تحيه على المركز الاول، تتابعونها على الكادر الفوقاني عبر شاشه قناه الريان. المركز الثاني هملوله، اول نداء لهملوله لمطر بن سعيد بن علي بن سعيد بن حلوة الاكتبي، مرحبا بضيوفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة القادمة. هذه هملولة من العاصمة، ولا من دبي، من دبي، من ميدان المرموم. مرحبا بكل الحاضرين والمتابعين والمشاركين ومن يتابع هذه الانطلاقات. إذن هملولة مطر بن سعيد بن علي بن سعيد بن حلوة الاكتبي على المركز الأول، ثانيا شعار البريدي. المركز الثالث نزعة على المركز الثالث، شعار الدكتور يتواصل، وعلي بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري. المتابعة مع دكتورنا المميز، دكتورنا المميز يتابع هذا الانطلاق. هذا هو شعار بن ضابط، أحد الشعارات اللي أعشقها وأحبها حقيقة، شعار الدكتور على المركز الثالث مع نزعة تتواصل. المركز الرابع غزو مكثف يا أخواني، وصلت فيصل بن حمد بن سالم الجربوع المري على المركز الرابع خامسا. الغربي حزام بن سالم بن راشد بن انديل المري، وديروا بالكم من الغربية صاحبة انجازات الغربية يا اخواني. متسلل في هذه اللحظة من قبل رقم 32، الله هنا يصل
يصل ابو عبد الرحمن، يصل ابو عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن بقلب القحطاني القادم من المملكة العربية السعودية، تحديدا من ميدان الملك فهد بالنحيرية. يا سلام ابو عبد الرحمن يصل، ولكن تحية 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 رئيسية في هذا الصباح لمالك تحية البريدي، من يقدم تحية في المركز الأول. تحية حمد بن جر الله بن محمد البريدي المري على المركز الأول، لكن الخطورة قادمة يا البريدي، الخطورة قادمة من الغربية، غربية بلنديلة مع المركز الثاني، خبرتك عنها وحذرتك منها والغربية قادمة. الله رحزان بن عزال بن راشد بن ديلة المري، بلنديلة بلنديلة، أعرف هذه البكرة جيدا، أعرف الغربية جيدا وأعرف إنجازاتها. الغربية حزام بن سالم بن راشد بن ديلة المري مع المركز الأول يحقق الناموس، يحقق الناموس. الفريسة الفريسة يقول لي اسمها الفريسة، الفريسة مع المركز الأول، ولكن تحية البريدي، تحية البريدي يا برنديلة. الله شوفوا الموقف، شوفوا الموقف، الموقف خطف الناموس، خطف الناموس. سلام، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس. لا نستطيع، لا نستطيع الكريمي إعلان المركز الأول، لا نستطيع. بنشوف خط النهاية، بنشوف الإعادة مع مخرجنا المميز علي أبو شارب. علي أبو شارب هو اللي بيعيد لنا صاحبة المركز الأول. خلوهن المركز الأول والثاني، المركز الثالث إعلان سعيد بن مبارك بن محمد آل جهوير المري. المركز الرابع، المركز الرابع هم الأولى مطر بن سعيد بن علي بن سعيد بن حلوة الكتبي. المركز الخامس، المركز الخامس المعجزة عبد الله بن محمد بن علي الحسن المري. يا سلام، شوفوا اللحظات الأخيرة، الناموس الغالي يا أخوالي. تتابعون جمهورنا ومتابعينا ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، يتابعون. شوفوا شوفوا شوفوا، أنتم تحكمون كما ترون بعدسة مخرجنا المميز علي بوشارب، تتابعون على الشاشة الكبيرة هذه أمامكم. البريدي هو الفائز، أعتقد أن البريدي هو الفائز، البريدي هو الفائز. مالك تحية بعد الفوت فينش بالفعل، بننتظر إعلان للمخرج حمد بن جار الله البريدي. تحية للبريدي، تحية تحية للبريدي، تحية لبكرة البريدي. حمد بن جار الله بن محمد البريدي يفوز بهذا الشوط 7-54، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، ومن حققت المركز الثاني الفريسة بشعار بن ديلة 7-54، 3 أجزاء من الثانية بنفس التوقيت، بنفس الناموس، بنفس الإنجاز وبموقع واحد مع تحية تهانينا والناموس. هذا هو الفوت فينش كما تتابعون، والفوت فينش هو فيصل في هذا الموضوع. تهانينا لكل الفائزين. 7-59، 3 أجزاء من الثانية، صاحب المركز الثالث رقم 17 إعلان سعيد بن مبارك بن محمد آل جهويل المري. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون مشاهدي